ذكرنا مسبقا أن إطار العمل لارافيل يتبع نمط الـ MVC، وهو أسلوب في البرمجة يقوم على تجزئة التطبيق إلى 3 أجزاء: المودل، الفيو، الكنترولر. ويفيد هذا التقسيم في عزل واجهات المستخدم عن المنطق، مما يسهل من عملية الاختبار والتطوير. الكنترولر هنا يلعب دور بالغ الأهمية، حيث يمثل الوسيط بين الفيو والموديل. ليتضح لك المقصود بذلك، دعنا نستعرض هذا المثال. في تطبيق مبني بلارافيل ويتبع نمط الـ MVC، لنفترض أن المستخدم يريد عرض تفاصيل حول المنتج رقم 20. سيقوم المستخدم بإدخال رقم السجل الذي يريده، وهو هنا 20. والآن وحسب العنوان الذي طلبه المستخدم، سيقوم ملف الراوتس بتوجيه الطلب إلى كنترولر معين. الآن دور الكنترولر هو معالجة هذا الطلب، أي أنه سيعمل على إحضار البيانات المطلوبة من جدول المنتجات. إذن سيتواصل مع الموديل الذي يمثل جدول المنتجات ويطلب بيانات المنتج. بعدها سيقوم بإرسال هذه البيانات إلى الفيو، ليقوم الأخير بعرضها للمستخدم بالشكل المناسب. كما رأيت في هذا المثال، فإن الفيو لن يتخاطب مع الموديل بشكل مباشر، وإنما يتم هذا عبر الكنترولر الذي يمثل الوسيط. غالبية العمليات البرمجية تتم عبر الكنترولرز، ولهذا فهي تتضمن معظم الشفرة البرمجية للتطبيق. وبالرغم من أنه يمكن كتابة تلك التعليمات البرمجية في ملف الراوت أو حشوها ضمن الفيوز، إلا أن هذا الأسلوب خاطئ تماما، لأن هذا سيجعل من مهمة صيانة وتوسيع التطبيق أعقد بكثير.